حياكم الله من جديد. في الآونة الأخيرة لم تعد عمليات التجميل حكرا على النساء، إذ بات هناك سباق لافت من الرجال نحو عمليات الفيلر والبوتكس وعمليات تجميلية أخرى، وهو أمر يعتبره البعض لافتا وجديرا بالمناقشة. دعونا نشاهد هذا التقرير للزميل فيصل الملحم ونعود للحديث مع ضيفنا. عمليات التجميل، عندما يذكر هذا المصطلح يتبادر غالبا في أذهانكم امرأة وحقن فيلر وبوتكس ونحت للفك، ولن يطرأ الأمر ولو بنسبة ضئيلة أن من في المشهد رجل. في ظل انتشار عيادات التجميل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، ازداد إقبال بعض فئات الذكور عليها. وفي ظل استنكار أغلب فئات المجتمع السعودي لمثل هذه العمليات للذكور، على الرغم من انتشارها بين أوساط الذكور وتعدد المراكز التجميلية لها في المجتمعات العربية. بحسب إحصائية سابقة نشرت في صحيفة الوطن، أن 58% من الرجال السعوديون يفكرون في إجراء عمليات تجميل، كما أن 48% من الذين خضعوا بالفعل لعمليات التجميل تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و 55 عاماً. هل خضوع الرجال لعمليات التجميل أصبح موضة أم حاجة ماسة؟ وما هي أنواع العمليات التجميلية التي تبرر احتياج الرجال لها؟ شكرا للزميل فيصل الملحم على هذا التقرير. عبر سكايب ينضم معي الدكتور فادي صحفان، استشاري جلديه وتجميل. مساء الخير دكتور فادي، شكرا لقبول الدعوه وحضورك معنا بأعلى. الله يسلمك حبيبي، وشكرا على الاستضافه الجميله هذه في البرنامج الرائع، واحب يمسي عليك وعلى ضيوفك وعلى المشاهدين والمشاهدات. الله يمسك بالنور. دكتور فادي، بعيدا عن عمليات زراعه الشعر وبعيدا يمكن عن عمليات التجميل اللي لها بعض خلينا نقول الفوائد الطبية مثل البوتكس اللي للصداع، مثل البوتكس اللي للجز الأسنان، هذه تفاصيل أنا ما أبغاها. أنا بسألك، تمام، هل إقبال الرجال على عمليات التجميل يمكن أن نقول عنه أنه ظاهرة، أصبح ظاهرة؟ حقيقة إقبال الرجال على العمليات التجميلية أصبح في الفترة الأخيرة جدا جدا واضح. حتى في دراسة عملت في أمريكا وضحت في مجلة أستيتيك بلاستيك سيرجري أنه ازدياد عدد الإقبال الرجال على العمليات في آخر 18 سنة. وأعتقد هذا صاير بسبب، يعني أنت شايف الوضع كيف التغير والتطورات السريعة اللي حاثة، غير السوشيال ميديا. صراحة السوشيال ميديا من الأشياء اللي أثرت بشكل كبير. في دراسة صارت في السعودية هنا، كانت زي ما تقول دراسة عن هل تؤيد إجراء العملية التجميلية لأي أي كانت، سواء جراحية أو غير جراحية. كان 57% رافض الفكرة، وتقريبا 43% مؤيدين الفكرة. وكان أكثر منصة في السوشيال ميديا اللي كان فيها الإقبال على هالشيء منصة سناب شات. وقد ترى أنت أن تقريبا كل الشباب اللي يطلعوا في سناب شات، حتى الفتيات، غالبا يستخدمون الفلاتر عشان يطلعون في بصورة جميلة الفيديوهات اللي نزلوها في سناب شات. جي، المرأة بطبيعتها امرأة تبحث عن الجمال، يعني وتبحث عن ميزة خاصة فيها، سواء في شكلها، في اسلوبها، في طريقتها، هذه طبيعة المرأة. لكن الرجال عن ماذا يبحثون في عيادات التجميل؟ نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء. يبحثون عن الجمال؟ عن الجمال أكيد. يعني الواحد صار حتى لما ينزل فيديو أو شيء، لو تلاحظ كمية التنمر اللي تجي أنت ليش تطلع شكلك غريب، شكلك ما ينفع. فصاروا لازم يوصلون لهدف أو لحد في الجمال، بحيث أنه ما يصير لهم انتقادات أو تنمر. فتلقى إقبال. طبعاً إحنا يعني أكثر اللي يجون في العيادة طبعاً يكون عندهم أصلاً في الأساس مشاكل. يعني أعطيك مثال، مثلاً مثل الناس اللي يكون عندهم حب الشباب، بيطلع لهم ندبات حب الشباب، من الأفضل إنه يجي يعالجها، لأنه في لها طريقة علاج يعني بشكل جميل، بحيث إنه تظهر بشكل أجمل. ف
فدائم الموجودين في العيادة بشكل كبير ترى ما يكونون جايين بسبب أنه بس زيادة إجراءات، لا، يكون عندهم أسباب معينة. يعني أعطيك مثال، في العيادة جاني قبل فترة واحد عنده هالات حول العين. اللي صار معاه أنه مسكين حتى خلال الأيام العادية الناس يجون يقول أنت عندك شيء غلط، فهو بدأ تأثر عليه نفسيا. فلا نعزو أنه كل شيء يصير بيكون بسبب دون سبب، أغلب اللي يجون في العيادات بسبب أنه يكون عندهم مشاكل يحاولون يحلونها إذا كان لها حل. لكن برضو في فئة ثانية تبغى زيادة في معايير اللي هو الجمال، كزي ما قلت تكساس مثلا، أو في تعريض الذقن بحيث يعطي شكل رجولي أكثر في التصوير. الاستثناء استثناء ولا يقاس عليه دكتور فادي. صحيح. الاستثناء زي ما قلت، اللي يعاني اليوم من حالة نفسية، اللي يعاني اليوم، ولو أنه يعني اللي يعاني من حالة نفسية يمكن يروح لطبيب نفسي أو معالج سلوكي يقدر يتعالج مع بالموضوع يعني، لكن أبا أفترض أنه هذا يعني يحق له هالشيء، هو حق له طبعا، أنا ما أقدر أسلب حق الناس، لكن أنا بسألك، ما أسألك عن الحالات اللي من هالنوع من حالات التنمر، أنا أسألك هل هناك يعني المرأة اليوم تجيك ومعها صورة بجوالها وتقول لك أبي زي شكل هذه وتروح تقلب وجهها مثلا، هل يجي شباب يقول لك أنا أبغى زي هذا؟ في شباب، في صراحة فئات تجي في العيادات يعني تطلب إجراءات تجميلية صراحة تستغربها أنت كطبيب من مثل إيش؟ يعني مثل اللي يجيك يقول لك أبغى فيلر للشفايف. فيلر للشفايف؟ أي نعم. فهنا في، أنا ما أقول لك إنه في حالات تجيك أكثر، يعني تجيك حالات زي الحكاية فيلر للشفايف، فيلر للخدود مثلاً، ففي حالات زي كذا، لكن يعني حقيقة أغلب اللي موجودين في العيادات إجراءات مختلفة، لكن يجوك العينات اللي يبغون فيلر للشفايف، فيلر للخدود، أشياء يعني ما نقدر نقول انها اشياء مفروض انها تعمل لرجل. كم نسبتهم يعني لو ناخذها نسبه تناسب، كم نسبتهم تقريبا في الاغلب؟ لو قلت مثلا، لو قلنا من كل تقريبا 10 رجال او 20 رجل 2-3 اللي يطلبون الطلبات الغريبه صراحه في العياده. كم متوسط اعمار الرجال اللي يقبلون على عيادات التجميل في الغالب دكتور فادي؟ والله زمان كنا نشوف يعني إلى الآن صار العمر بدأ من تقريبا 22 سنة أو 20 سنة إلى حتى 50 سنة. يعني في كثير من الرجال بالذات زي ما قلت لك إنه في حكاية بداية تساقط الشعر والأشياء هي تبدأ من عمر 18 أو ما بعد، فيبدأ الإقبال، فيشوف أشياء ثانية ويسمع أشياء ثانية، يبدأ يسألك دكتور عندكم مثلا بوتوكس، دكتور عندكم تعريض ذقن او تعريض فك، فتجي في العياده الاعمار هذه تقريبا بين 22 الى 50 سنه. سر هالاقبال اليوم يعني، وانا اتكلم عن فئه معينه وتحديدا الفئه اللي تحاول زي ما قلت فيلر الشفايف، الاشياء الغريبه، وش سر الاقبال يعني؟ من وين الدافع عندهم يجي؟ زي ما انت يمكن اذا سافرت او شفت حتى في السوشيال ميديا او حتى في التلفزيون، يعني اي قناه الان صرت تفتحها افلام او شيء تلقى هذه الفئه موجوده اصلا في الافلام، تعرض بشكل كبير، فهذا تاثيرها بيكون واضح على الاجيال القادمه. يعني صراحه في فئات بدات تطلع في المجتمع، يمكن يعني انتم لاحظتموها في اماكن، في الاسواق، في الاماكن العامه، لكن صعبه تحدد السبب، لكن غالبا السوشيال ميديا، القنوات التلفزيون، بعض المنصات اللي تنقل افلام تكون يعني صارت صراحه تحشر في كل فيلم في كل مسلسل، فصاروا يشوفونها وصاروا يعني يحاولون يقلدونهم. او قلت قبل شوي انه 22 الى 50 سنه، ابو 22 عرفنا متاثر بالسوشيال ميديا، ابو 50 يجي ليش؟ لا غالبا 50 شعر يجدد شبابه او شعر. أيه. يعني مثلا بعض الرجال يكون عنده مثلا تصبغات في الوجه، او يكون عنده مثلا هدول في الفئة الوجه نفسه يكون فيه، فيحاول انه يشد شويه، يعني يحاول يظهر بمظهر شاب اكثر. اي حنا نتكلم اليوم يعني عن اقبال الرجال على عيادات التجميل، وانت تكلمني فقط الدكتور
عن عمليات مرتبطة فقط بالوجه، بينما عيادات التجميل ليست فقط مرتبطة بالوجه، يعني العمليات بالضبط هي ترتبط بكامل الجسم. فإقبال السيدات يكون مرتبط بكل جسدها، يعني بكل جسمها، وجه وجسم كامل بالنحت وغيره وشفط الدهون والتفاصيل. هل هذا الشيء موجود عند الرجال؟ موجود عند الرجال بس بشكل مختلف. يعني في بعض العيادات يكون عندها أجهزة اللي يسمونها قريبة من نحت تذوب الدهون، تذويب الدهون، فيستخدمونها الرجال لإبراز العضلات البطن على قولهم سيكس باكس. لو تسأل الأطباء جراحة التجميل حيقولوا لك نفس الكلام، كثرة عمليات الشباب اللي يطلبون اللي هو السيكس باكس اللي هي العضلات البطن تكون واضحة عندهم، وهذه انتشرت صراحة بشكل مرة كبير، لدرجة أنه في شباب صاروا يسافرون أماكن برا السعودية بحيث أنها أرخص في الإجراء الإجراء هذه. لا كويس اللي يطلع عضلاته، يعني كويس، أهم شيء أنه يطلع عضلاته يعني الحمد لله أنه الموضوع في هذا الإطار يعني. بسألك دكتور، يعني عمليات التجميل كما هي حال أي عملية اليوم طبية، هي عملية لها مكاسب ولها مخاطر بنفس الوقت، وهذا الطبيعي يعني في عالم الطب. المرأة في طبيعتها الفسيولوجية، الحمل، الغدد، الهرمونات، التفاصيل اللي تتعلق بجسد المرأة قد تكون تحمل مخاطر معينة من إجراء عمليات تجميل. العمر لها اعتبارات يمكن معينة بالنسبة للمرأة، هل هذا الشيء ينطبق أيضا على الرجال؟ بالضبط. يعني زي ما اعطيك مثال بسيط، عندك الابر الحقن التعبئه اللي هي الفيلر، مخاطرها في النساء مثل مخاطرها في الرجال، نفس الفكره. عمليات شفط الدهون اللي تحصل عشان زي ما قلت يظهر العضلات في البطن، نفس الشيء فيها مخاطر، هي الالتهابات، التجلطات، كلها نفس الاشياء. فالاجراء واحد ما يختلف سواء رجل او امراه، المخاطر العمليات او الاجراءات التجميليه هي نفسها في الرجل وفي المرأة. تختلف أسعار الفيلر والبوتكس بين الرجل والمرأة؟ تختلف بعدد الإبر. يعني مثلا أنت في المرأة تحاول تكون إظهار الجمال الأنثوي فيها أكثر، فاستخدام الإبر حيكون أقل من إظهاره في الرجل. مثلا في الرجل في الفك هتأخذ كمية إبر كبيرة عشان تعرض الفك وتكبر الدخن، فتختلف بس بعدد الإبر، لكن الإجراء واحد. أغلب العيادات بيكون سعرها واحد. الجزء المهم يمكن دكتور، اليوم احنا لما نتكلم عن الانفاق في عمليات التجميل، احنا ما نتكلم عن تكلفة بسيطة، يعني التكلفة تعتبر نوعا ما تكلفة من متوسطة الى مرتفعة. لذلك من اكثر انفاقا، الرجل ام المرأة؟ لا المرأة اكثر مهتمة اكثر في الجمال. بحقيقة الوضع انه الان مع الشركات اللي سهلت الدفع زي شركات التقسيط وهذه، بدا يصير الاقبال ترى اكثر، غير انه كثرة المراكز الصحية اللي تقدم هذا النوع من الاجراءات صار زادت في العدد، فصار التنافس بينها اكثر. فصار متناول انه الشخص انه يروح يسوي الاجراءات هذه، سهلت الموضوع سواء بتيسير المال او بكثرة المراكز الصحية. تشوف انه اليوم دكتور الفلاتر اللي موجوده في بعض مواقع التواصل الاجتماعي اسهمت يمكن اذا جاز لي وصفها بتحفيز بعض الرجال وحتى النساء يعني على انهم يجرون عمليات تجميل لانه يشوف وجهه بشكل مختلف بالفلتر؟ اكيد هو اصلا اعتقد من اهم الاسباب الرئيسيه. يعني تخيل انك انت اصلا رحت وقابلت اصدقائك في زواج او شيء وجيت تصور، يقول بالله لو سمحت حط لي فلتر، اكيد مرت عليك. فلما يكون الواحد طول وقت يتصور فلتر ويجون الناس سواء خاصه اذا كان من المشاهير وجاء لما يقابلون الناس في اماكن غير ما يعني في اماكن عامه ينصدمون لما يشوفونه، فترى هذه تاثر نفسيا. فاعتقد انه صار الفلتر شيء ضروري، ومع ذلك ما زال يسوون زادت اجراءات تجميليه والفلتر شغال معهم 24 ساعه. فهو يشوف الفلتر بالضبط بسبب ردات الفعل من الناس، يقول لك لازم اصير نفس الفلتر، فيبدا يحاول يوصل لعمليه تجميليه توصله تقريبا نفس الفلتر. دكتور مر عليك
مشاهير سواء من البرنامج الأصفر أو برنامج طق الباب، اللي برنامج حنا اللي نقول له طق الباب، مر عليك؟ أنا ما أقدر أقول أسامي وأتمنى أنك ما تقول أسامي، لكن هل مر عليك مشاهير سواء من هنا ومن هنا أجروا عمليات تجميل؟ أتكلم عن الرجال. فيه حصل وكانت أغلبها كانت بوتوكس وفيلر، مو عملية تجميل. مشاهير أصفر ولا مشاهير طقة الباب؟ كله. اثنين؟ اي نعم. وش كانت طلباتهم؟ مركز على ايش؟ والله هي كانت طلباتهم صحيحة حقيقة، انها يسمونها ماسكولين بروسيجر، اللي تبين رجولة الواحد، يعني تعريض الفك اللي هو تكساس، بس بتعريض بشكل رجولي، تكبير الذقن شوية، يعني اشياء زي كذا. او طبعا البوتوكس معروفة الكل يبغاه عشان الخطوط التعبيرية، فهي من الاجراءات اللي صراحه مره منتشره بشكل كبير، وتسهل للشخص يعني انه حتى شكله يكون اصفى. اكيد يا دكتور، ما يعيب السوق من ربح فيه، يعني ما اكيد انك بتقول هالكلام يعني بالدرجه الاولى، لكن اذا اليوم عندك نصيحه دكتور فادي يمكن بتوجهها للي عنده نيه اليوم يرغب يمكن التعامل مع عيادات التجميل او اجراء هالنوع، هل تنصح دائما؟ هل دائما تستجيب انت للطلبات ولا لا في مراجعه تتم؟ لا انا صراحه اللي يجيني، انا شوف، كل ما كان شكلك طبيعي وشكلك اللي هو نفسك افضل، يعني لا تجي تحاول تغير خلقتك او تغير شكلك. طبعا دائما يجوني المرضى، مو كل واحد يجي سواء رجل ولا امراه يطلب لي شيء راح اسويه له. كل شخص اذا في حاجه يحتاجها راح نسوي له. طبعا حاول انك ما تغير شكلك، لانه في الاخير راح لو دخلت في دوامه العمليه التجميليه ما راح تطلع منها. كل فتره راح تسوي حاجه جديده، كل فتره راح تسوي لك اجراء للحال الين حتى يعني تكبر في السن وما تصير في هذه الدوامه. اشكرك جزيل الشكر، شكرا لكل هذه المعلومات القيمه دكتور فادي صحفان استشاري الجلديه والتجميل. اخيرا نقول انه يعني بالتاكيد خلونا نتفق على مبدا انه للاشخاص هؤلاء الحق اليوم في اتخاذ مثل هكذا قرارات من الرجال اللي يرغبون يمكن الاتجاه الى مثل هذه العيادات، لكن احنا اذا ما كان هناك طبعا سبب طبي او سبب نفسي اليوم يدعو الشخص انه يتجه الى مثل هكذا عيادات، فإحنا دائما نقول أنه الطبيعة اللي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها هي أفضل ما يمكننا أن نتعامل معه، وهي أحسن وأبهى صورة يمكن أن نظهر فيها. بعد الفاصل لنعود.